هدفنا قطع الطرق المؤدية إلى الرقة لمحاصرة المدينة من كل الجهات. سنقطع كل هذه الطرق المؤدية إلى عاصمة تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك طرق إمداد هذا التنظيم، ولا سيما لدير الزور وعلى الحدود العراقية. ننوي قطع كل الطرق الواقعة شرق نهر الفرات لمحاصرة الرقة واستعادة المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية. بجارية من الشمال. بعد لا تخاف إبراهيم، لا تخاف. السلام عليكم.